وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي بأن النظام القطري مارس الفساد المالي. سأحصر حديثي على ما يحصل في بريطانيا من ناحية المعارك القانونية وإصابة مستثمرين قطريين سواء كانوا جهة سيادية أو شخصيات قطرية برذاذ المعارك القانونية التي حصلت في بنك باركليز العام الماضي، والآن هناك معركة في خلاف الشركاء على لنقل عمولات معينة. ونحن نعرف بأن العمولات لا تكتب أحيانا تفاهمات، وبالتالي يصيب منها الطرف القطري رذاذ بهذا الأمر. اثنين، بعض المحاكم تعطي حصانة للطرف الخارجي خصوصا إذا كان دبلوماسي، بمعنى نحن نسمع عنه لكنه لا يدان في المحكمة، لكن الأمور يعني خلال رسائل الإيميل أو الأمور القانونية مثل ما حصل في قضية باركليز بأن جهة قطرية أخذت 330 مليون جنيه استرليني باستشارات لم يثبت أنها حصلت هذه الاستشارات، بمعنى أنها رشوة بصريح العبارة.